هذا وقد أكد عدد من الإعلاميين والفنانين المصريين الذين تابعوا المباراة في استاد أم درمان بالسودان، أكدوا تعرضهم للاعتداء من قبل المشجعين الجزائريين. اللي حصل ده ملوش علاقة بالرياض. انا مش فاهم يعني فرقة كسبانة وبتكسر اتوبيسات الفرقة المغلوبة، امال لو كانوا اتغلبوا كانوا عملوا ايه؟ كانوا دبحوهم يعني؟ منطق غريب جدا جدا يعني، مش مفهوم لغاية دلوقتي يعني. استفزاز بحركات بايديهم وشتيمة وقلة ادب، انا مش عارفة في ايه، مش عارفة يا جم... يعني الكرة ده مكسب وخسارة، ايه المشكلة؟ الجرايد بتاعتهم صرحت ان الجمهور اللي حاضر هذه المباراة خريجين السجون، خرجوهم من السجون المجرمين دول علشان يجوا يحضروا المباراة، مش يجوا بقى يحضروا، يجوا يحاربوا المصريين، يجوا يعوروهم ويجوا يشتموهم ويجوا يذبحوهم ويجوا يقل ادبهم عليهم. شفنا ابشع ما يمكن اللي حد يشوفه، من مطاردات للعربية اللي احنا راكبينها، من تحديف طوب، من تحديف ازايز، من شتيمة قذرة.